مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم علامات تظهر على عنق الرحم تبشرك بحدوث الحمل. هل كنت تعلمي أن جسمك يوجد بداخله اختبار حمل طبيعي؟ فحتى اختبارات الحمل لا تكون دقيقة إلا بعد مرور أسبوع أو أسبوعين على غياب الدورة الشهرية. ولكي نتعرف على إمكانية وجود علامات الحمل من عنق الرحم، علينا أن نعرف بداية أن عنق الرحم هو ذلك الجزء السفلي الضيق من الرحم والذي يربط الجزء الرئيسي من الرحم بالمهبل. عادة ما يبدو عنق الرحم وكأنه كرة ثابتة في الجزء العلوي من المهبل، لكن عندما يحدث الحمل يتغير الأمر. لذلك يمكن أن يساعدك مراقبة موضع عنق الرحم وملمسه في معرفة ما إذا كنت حاملا أم لا. هناك نوعان من التغييرات الرئيسية التي تطرأ على عنق الرحم في بداية الحمل. التغيير الأول في موضعه، ويحدث أثناء التبويض، حيث يرتفع عنق الرحم إلى مستوى أعلى في المهبل ثم يكون أقل في وقت قريب من الحيض. أما إذا كان الحمل قد حدث فسيظل عنق الرحم في موضع أعلى. والتغيير الثاني الملحوظ في شكل عنق الرحم، إذا لم يحدث الحمل ستشعري بملمس عنق الرحم قبل الدورة الشهرية مثل الفاكهة الغير الناضجة. أما إذا كنت حاملا سيكون عنق الرحم ناعما وأكثر ليونة وأكثر انفتاحا. وفي الأسابيع الأربعة الأولى من الحمل سيتضخم ويصبح أحمر داكن، مما يعكس زيادة تدفق الدم إلى الرحم. والجدير بالذكر أنه إذا كنت ترغبين في استخدام هذه الطريقة لاكتشاف الحمل، فافحصي عنق الرحم يوميا طوال دورتك حتى تتمكني من تحديد التغيرات الطبيعية في عنق الرحم ومراقبة الاختلافات.